عم تستخدمي أدوات تصفيف الشعر القديم نفسه وبعده شعرك مش عم يزبط؟ فار التجعيد بياخد وقت طويل وممكن توصل حرارته لل 500 درجة ويحرق لك شعرك، مع الرولو الساخنة طعجات بيزوله وممكن كمان يحترق شعري. نسي الوسائل القديمة وجربي ابتكار جديد، لأنه هلأ صار في نظام جديد لتصفيف الشعر، نظام فريد بخلي شعرك حلو مموج بوقت كتير قصير وبيضاين كل النهار. منقدم لك هير ويفز، نظام ثوري لتصفيف الشعر، بحول شعرك من شعر مالس لشعر رائع، من شعر باهت لشعر لميع ومجعد وأنيق بدقايق قليلة. شعرك بيكون طبيعي وما بيحترق. انت شفتي النجمات بشعرهم الأنيق على صفحات المجلات؟ هلأ رح بتكوني واحدة منهم بدقايق قليلة. تموجات رائعة، تسريحة مذهلة، بنية ثابتة، حجم متموج وناعم. انت ما بقى بحاجة للف شعرك بالطرق القديمة بالأدوات المعدنية والرولو التقليدية. هير ويفز ابتكار ثوري، لأنه بيكفي تدخل شعرك باللفافات حتى ياخد شعرك شكل الموج. شو سهل، رح تحصلي أوتوماتيكياً على شعر مموج، رح تحصلي على طاجة بعد طاجة مثل شعر المشاهير ومن دون أي ضرر، بواسطة نظام واحد بيضمن تسريحة جميلة بتدوم لوقت طويل. كتير حلو، استعماله ممتع وبيعمل شعري أنيق. أنا كتير بحب شعري، أنا كتير بحب نظام هير ويفز لأنه بيعطيني شعر كتير حلو. كل ما استخدم هير ويفز بصير مظهري رائع واستعماله كتير سهل، 1-2-3 وبتحصلي على شعر مجعد مثل شعري. وهلأ معنا شخصية إعلامية معروفة عالمياً، شعرها ما بيتقارن بحدا بفضل هير ويفز. أهلاً بجينيفر سليمكو. قد ما يكونوا تيبك حلوين وحذائك ومكياجك مرتبين، إذا كانت تسريحتك مش حلوة بيكون نهارك مش حلو. أنا قضيت وقت ليزبط شعري ويصير هيك، ولكن شوفوا شعري هلأ، كتير بحبه وبفتخر فيه لأنه صار كل يوم حلو وأنيق، وأنت كمان فيكي. مع هير ويفز ما بدي أكتر من دقايق قليلة لحتى يصير هيك وبطريقة طبيعية، وأنت كمان صار فيكي بفضل هير ويفز. رح تحصلي على أروع تسريحة وأجمل مظهر. بعرفك على تشارلز دوجاك من أكبر المزينين بهوليوود، وهلأ تشارلز انت يلي بتسرح كل النجمات يلي منشوفهم على التلفزيون وعلى صفحات المجلات. شكراً جينيفر، بس خليني قلك شي، أنا كتير بحب نظام هير ويفز، تعرفي ليش؟ لأنه بيعمل العجيب بالشعر، خاصة أنه بيخلق تموجات أنيقة ومثيرة ورائعة مثل شعرك، بتعرفي هالشي؟ وكمان ما بده كتير وقت واستعماله كتير سهل وما بيسبب أي ضرر للشعر. خلينا نتأكد. أوكي خلينا نجرب، خلينا نلقي نظرة على شعر بريان، شعره كتير صعب وكتير ناعم، عن جد صعب كتير إنه نعمل له طعجات. مع شعر من هالنوع أكيد ما لازم نستخدم أدوات بتحرقه وبتعرضه للضرر. طبعا لا، شوفوا استخدام هير ويفز شو سهل، بلل الشعر شوي بالمي لحتى يصير رطب بهالشكل، باخد الخصل وبدخلها بلفافات هير ويفز بهالطريقة، وببساطة بنمسك الشعر بالشنغل وبنحطه بلفافة هير ويفز وبنتركه ينشف لحتى ياخد طاجي. شفتوا شو سهل؟ بلحظة. واو، شوفوا هالشكل الفريد يلي منحه نظام هير ويفز للشعر، شوفوا هالطاجات الرائعة يلي حصلنا عليها. هير ويفز كتير سهل الاستعمال ووزنه خفيف. شفنا بوضوح كتير سهل الاستخدام. ولحتى نفرجيكم قديش استعمال نظام هير ويفز سهل، بريان رح تعمل الباقي. تفضلي بريان. شكرا. وهلأ رح تاخد الشنغل وتدخله باللفافة، بتاخد خصلة من الشعر بتعلقها بالشنغل، بتسحب الخصلة لتصير داخل اللفافة بهالطريقة السهلة بثواني قليلة. جربت كل شي لحتى أحصل على شعر مجعد، كل شي، بس ما نجحت. أما نظام هير ويفز هو كتير سهل الاستعمال وأنا كتير مبسوطة بالنتيجة. واو رائع تشارلز. بعد في كم لفافة بدنا نسحبهم، ومثل ما شايفين منشيلهم بسهولة، وشوفوا شو بيطلع شكل الشعر حلو لما نسحب اللفافة. واو، شعر متموج حريري كتير طبيعي ولميع، شوفوا شو حلو. كتير حلو وما أخذ كتير وقت، طريقة سهلة وممتعة. هير ويفز نظام ما بيتسبب بالضرر للشعر ولا بيترك شعره بدون تصفيف، هالشي مضمون، شكل انسيابي وجميل، شعره صار مموج والتجاعيد بتدوم لوقت طويل. براين شعرك بعقد. عن جد كتير حبيته. هلأ درجة التموجات بالشعر من أساس الشعر أو من نصه، واليوم حاولت أعمل هالشي، العارضات والمشاهير كلهم عم يفضلوا هالتسريحة، وهلأ صار فيي أحصل عليها بنفسي والطريقة كتير سهلة.
شعري أوقات بيكون كتير صعب وبيكون تسريحه متعب وبياخد كتير وقت، كتير بياخد من وقتي لحتى سرحه، وأوقات ما بحصل على النتيجة اللي بدي إياها. هلأ صار عندي هير ويفز، مش عم صدق الفرق بشعري، صارت التجاعيد ناعمة وسلسة وخفيفة وأنيقة، وفعلا صار شعري أحلى. شوفي هالمظهر الفريد اللي حصلنا عليه بفضل هير ويفز. رائع. هيدا هو الشكل يلي بيعطيك المظهر الجميل، بيصير شعرك يشبه الموج، بياخد شكل مختلف عن شكل الرولو السخنين أو الفار. الفرق كتير كبير، لأنه وقت نلف الشعر على الفار أو الرولو السخنين ما بيحافظ على شكله المطلوب. أوكي، لهالسبب ما بيحافظ على التموجات. صحيح. مع هير ويفز نسحب الشعر لداخل اللفافة، وهيدا هو الشيء اللي بيعطي الشكل الحلو، وهالشكل بيدوم لوقت طويل وبيضاين أكتر بنفس الشكل الحلو. واو، فكرة عن جد ثورية. نظام هير ويفز بيسرح شعرك باتجاهين مختلفين، فيكي تعملي الطعجات بعيدة عن وجهك، الأخضر لجهة اليمين والأزرق لجهة الشمال، وفيكي كمان تخلطيهم حتى تحصلي على مظهر حلو. عن جد تشارلز فكروا بكل شيء. بصفة مزين يلي بحبه بهير ويفز هو انه بيعطيك عدة خيارات، استعملي اللفافات فورا بعد الحمام. بالضبط، ومن بعدها بترك شعري يجف لوحده، انا وعم حط المكياج او عم كفي شغل البيت. اما اذا شعرك ناشف بيكفي تبلليه شوي مع شوية سشوار، خلاص بوقت قصير بيصير عندك تموجات لماعة وانيقة. كتير حلو. مع هير ويفز كتير سهل انه تحصلوا على شعر انيق وحلو مثل شعرك. الفار والوسائل الاخرى بتاخد كتير وقت، بس مع هير ويفز دخل شعري باللفافات وبنسى، وبهالوقت بعمل مكياج أو بتروق، من بعدها بفك اللفافات وبحصل على شعر أنيق ومظهر كتير حلو. لازم تجربوه. استعملت هير ويفز لأحضر عرس صديقتي، وشعري عادة بيكون كتير مالس وباهت وما عنده شكل حلو. لما استعملت فار صار شعري خشن ومش حلو، بس مع هير ويفز هيدي هي النتيجة وأنا كتير سعيدة، بنصح الكل باستخدامه. وهلأ نتيجة هير ويفز على شعر براين كانت كتير كبيرة، فينا نستخدم هالنظام على كل أنواع الشعر؟ أي ست بتستخدم هير ويفز رح تحصل على شعر رائع، إذا كان شعره طويل أو قصير، ناعم أو خشن، عابي أو خفيف، وحتى مقصف ومتضرر مثل شعر ميلا. هلأ عم شوف إن استعملت بعض اللفافات. كمان استخدمت اللفافات العريضة لتحصل على تموجات عريضة، واللفافات الرفيعة يلي بتجي مع المجموعة لتحصل على تجاعيد ضيقة. أنا كتير بحب هاللفافات يلي بتخلي شعري مجعد وأنيق، نظام رائع. شوفوا الفرق أنا وعم شيل اللفافة. واو، كأنه شعر حدا تاني، الشعر ما بقى جاف ومتضرر، صار ناعم وحريري، وشوفوا هاللمعان هون. شوفوا التجاعيد رائعة، مظهرها أنيق وجميل، والشعر متموج ولميع ومليء بالحياة، شعره كتير لميع، وشوفوا هالحجمين المختلفين، لفافات عريضة وواسعة ولفافات رفيعة وضيقة. شوفوا كيف التموجات رائعة وأنيقة. وانطروا لحتى نخلص، رح يكون شعر ميلا مختلف كلياً عن قبل. مع الفار الكهربائي عم يتعرض شعركن للحرق، لما تشوفوا دخان عم يطلع من الفار، هيدا الشي بيعني إنه شعركن عم يحترق. مع هير ويفز ما بقى تعانوا من هالمشكلة، لما نستعمل اللفافات ونشيلها بنحصل على شعر حريري رائع من دون أي ضرر. أنا كتير بحب هير ويفز لأنه شعري عم بيكون رائع كل يوم، مش بحاجة لأوضع إكستنشن كل يوم. لما بيجي زوجي على البيت بيقلي إنه أنا كتير حلوة وتسريحتي كتير أنيقة، وفي مرة سألني شو عم تعملي شو عاملة بشعرك، وهيدا كله بفضل هير ويفز صدقوني. وهلأ رح نشيل آخر لفافات هير ويفز. واو. شوفوا شو حلو، شوفوا هالتجاعيد الرائعة، شي رائع. ميلا راح بتشوفي شعر ما كنتي تحلمي فيه من قبل. هير ويفز خلى شعرك جميل وأنيق ولميع وبصحة سليمة، شعرك هلأ سليم وما تعرض لأي ضرر، مش مضطرة تحرقي شعرك بواسطة أدوات تسريح مضرة وخطرة. هير ويفز رح يحول شعرك المتضرر والصعب لشعر مثل شعر المشاهير، ورح تبقى ليوم كامل. ولا يوم كان تسريح الشعر بهالسهولة، واستخدام هير ويفز ممتع ومسلي. ما بدك شعرك يكون مظهر وأنيق وجميل كل يوم؟ هلأ صار وقت تحصلي على هالابتكار، اتصلي هلأ واطلبي. عم تستخدمي أدوات تصفيف الشعر القديم نفسها وبعده شعرك مش عم يزبط؟ فار التجاعيد بياخد وقت طويل وممكن توصل حرارته لل 500 درجة ويحرق لك شعرك، مع الرولو الساخنة طعجات بيزوله وممكن كمان يحترق شعرك. نسيل وسائل القديمة وجربي ابتكار جديد، لأنه هلأ صار في نظام جديد لتصفيف الشعر، نظام فريد بخلي شعرك حلو مموج بوقت كتير قصير وبيضاين كل الناس.
النهار منقدم لك هير ويفز، نظام ثوري لتصفيف الشعر، بحول شعرك من شعر مالس لشعر رائع، من شعر باهت لشعر لميع ومجعد وأنيق بدقائق قليلة. هير ويفز ابتكار ثوري لأنه بيكفي الدخل شعرك باللفافات حتى ياخد شعرك شكل الموج. شو سهل، رح تحصلي أوتوماتيكيا على شعر مموج، شعرك بيكون طبيعي وما بيحترق. انت شفتي النجمات بشعرهم الأنيق على صفحات المجلات؟ هلأ رح بتكوني واحدة منهم بدقايق قليلة. كل ما استخدم هير ويفز بيصير مظهري رائع. أنا كتير بحب شعري، أنا كتير بحب نظام هير ويفز لأنه بيعطيني شعر كتير حلو. استعماله كتير سهل، 1-2-3 وبتحصلي على شعر مجعد. الفير الكهربائي والرولو السخنة عندهم شكل مستدير، بيكونوا كتير سخنين وهالشي بخلي الشعر يقصف ويصير خشن. لفافات هير ويفز مصممة على شكل موجة وهي ابتكار فريد بريحك وبيشتغل عنك. شوفي لما بتدخلي شعرك باللفافة بياخد شكل لفافة هير ويفز، وبالوقت نفسه هالشبكة بتحمي شعرك من الحرارة المباشرة. لما بيبرد شعرك بياخد الشكل المطلوب من دون ضرر ومن دون تقصيف وبوقت كتير قصير. هير ويفز نظام بيشتغل حتى على شعر ناشف. بتبللي شعرك شوي وتدخلي الخصل بلفافات هير ويفز السحرية، جففي شوي بواسطة السشوار وهذا كل شيء. هالنظام استخدامه كتير سهل، صار فيكي تخلقي تسريحة حلوة من تصميمك انت، فيكي تعملي تجاعيد أنيقة وجميلة. ما بقى بحاجة للفير الكهربائي، فيكي تخلي شعرك مجعد ومثير مع نظام هير ويفز. الشعر الرطب هو الأنسب لاستعمال هالنظام، تركيه ينشف على الطبيعة أو إذا بدك استعملي السشوار على الخفيف، وبهالطريقة ما بيتعرض شعرك للضرر. هير ويفز يستخدم لكافة أنواع الشعر، الشعر الخشن، العبي والقاسي، المالس والمتراهل، وحتى المحروق والمقصف. احصلي على تموجات ناعمة حريرية أنيقة مرة بعد مرة، وهالنظام بيعطي شعرك مظهر أنيق وجميل. نظام هير ويفز بيجي مع 20 لفافة كبيرة وعريضة لتموجات الرائعة كل يوم، 10 خضر لجهة اليمين و10 زرق لجهة الشمال، وفيكي تخلطي بيناتهم لتحصلي على مظهر مميز ومختلف، بالإضافة لشنجل يلي بيساعدك تقوي خصلات الشعر داخل اللفافات، وهي المجموعة نفسها يلي المزينين المحترفين بيستخدموها ويلي سعرها $75. بس اليوم عنا عرض مغري مباشرة من المصنع، مش رح تحصلي بس على 20 لفافة هير ويفز وشنجل، ولكن إذا طلبتي خلال العشرين دقيقة القادمة رح تحصلي كمان على البونس، بونس رقم 1، دليل استخدام نظام هير ويفز يلي بفرجيك كيف بتحصلي على تسريحات تشارلز اللي بتشوفيها على غلاف المجلات خطوة خطوة. بونس رقم 2 هو 10 لفافات ضيقة وحجمها صغير لتحصلي على تموجات ضيقة وشعر مجعد رائع. بونس رقم 3 هو كيس أنيق من الأورغانزا لتحتفظي فيه بمجموعة لفافات هير ويفز، وهالثلاثة بونس $55 بس، وهيك بتكون حصلتي على مجموعة هير ويفز الكاملة مع كامل القطع يلي قيمتهم $130. بس اليوم هالمجموعة بكاملها ممكن تكون إلك مباشرة من المصنع من خلال عرض مذهل. هير ويفز مش متوفر بالأسواق، فيك تحصلي على هالنظام الفريد الرائع بس من خلال هالعرض على شاشة التلفزيون، فاطلبي مجموعتك من هير ويفز هلا. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكم واطلبوه هلا، نحن بانتظار اتصالاتكم 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكم الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com. أسوأ شيء هو انه تكون التسريحة مش ضابطة، هالشي بيصير لما يكون شعري مترهل وخشن. مع هير ويفز بحصل على شعر رائع كل يوم، بحس بثقة بالنفس، وما في شيء أسهل من استخدام هالنظام. لفافات هير ويفز كتير سهلة الاستعمال، وأنا بستخدمها بنفسي. استعمالها على شعري من ورا كان كتير سهل، ليلي ما كتير عندهم خبرة بطريقة التسريح رح يلاقوا طريقة كتير سهلة وسريعة وبتعطيهم شعر رائع. وهلأ خلونا ننضم لجينيفر سليمكو ولواحد من أشهر المزينين بهوليوود تشارلز دوجيك. هلأ خلونا نلقي نظرة على صورة ميلودي من قبل، كان شعرها ممل وبينقص اللمعان. استعملنا مجموعة من لفافات هير ويفز العريضة والرفيعة، والمظهر أنيق وجميل وبيجمع التجاعيد العريضة والرفيعة. صحيح كتير خفيف ووزنهم مش تقيل مثل الرولو السخني. صحيح، خلينا هلأ نشيلهم. أوكي ميلودي، الشيء الحلو بهير ويفز هو انه منشيله بسرعة وسهولة تماما مثل ما منحطه. شوفي 1-2-3، شوفي هالتموجات الرائعة يلي حصلنا عليها. واو كتير حلوين. قلتلك كمان لازم تحفظ منيح انه نظام هير ويفز مختلف عن كل الأدوات الأخرى اللي بالسوق،
لأنه بيعطي طعجة للشعر من الداخل، ولما هالشي بيصير بيكون عندك ثبات وجمال وأناقة بشعرك لوقت طويل. واو، شوفي هاللمعان يلي موجود بالشعر، رائع. شوف هالطعجات والتموجات. شوفي هالطعجات والتموجات، هير ويفز بنشيله بسهولة كبيرة. شوفي هاللمعان، مش معقول، ما بيتصدق. ولا يمكن تحصلي على هالتجاعيد إذا استعملتي الفير العادي، تسريحة رائعة بوقت كتير قصير. واو، وهيدي آخر لفة في عم نشيلها، لمعان رائع، كتير حلو. واو واو واو، شوفي هالتموجات الرائعة، مش عم صدق. شعر كتير عصري وكتير بجنن. متموج، عندك حجم ونعومي بكل وحدة من الخصلات. وهلأ ميلودي بدها تروح على العشاء مباشرة من الشغل، وهي مش بحاجة لشي غير انه تنفض شعرها شوي لورا وتجيب الخصل اللي قدام، تحط كم دبوس اذا حابة لحتى يكون مظهره شوي مختلف. تشارلز عن جد مظهر رائع. شوفوا نزلنا كم خصلة على جنب، رائع، كتير حلو. واحد اثنين ثلاثة، صار عندها مظهر مختلف لموعد العشاء. صحيح بالفعل، كتير طالعة حلوة. فإذا عنا لونين مختلفين، عنا الأزرق وعنا الأخضر، وكل لون بيعطي طعجة مختلفة. أنا بفضل أخلط بين الاثنين بعض الأوقات. اليوم استعملت القياسين وهالشي عطاني مظهر أنيق وجذاب، مظهر من أمريكا اللاتينية بيعطيني حرية وأناقة بنفس الوقت، كتير حلو. هير ويفز نظامه بيناسب كتير شعر القصير لأنه بيعطينا الحجم يلي أنا عم فتش عليه. لما بيكون الشعر قصير كتير صعب إنه نعطيه هيدا الشكل، بس هلأ مع هير ويفز صار شعري كتير أنيق وأحلى. مش ملاحظين إنه الفير العادي بياخد كتير وقت؟ كم مرة وقفتوا قدام المراية وحاولتوا تلفوا شعركن بالفير؟ هلأ انسوا هالقصة كلياً. صحيح، نظام هير ويفز استخدامه سهل وسريع وما بيتطلب منا جهد كبير، منحصل على تسريحة رائعة بوقت كتير قصير. صحيح، شوفوا فاليري مستعملة 5 لفافات من هير ويفز، شوفوا شو سهلة وعملية، حطتن على شعر ناشف. وانتو كمان فيكن تعملوا ذات الشي لما توعوا الصبح، دقايق قليلة بتكون كافية لتحصلوا على تسريحة جميلة وكأنكن تمشطوا بأهم صالون. صار شعر فاليري كله حيوية ولمعان، ما كتير أخذ من وقتها، وعلى عكس الفير الكهربائي العادي نظام هير ويفز بيعطي طعجة للشعر من الداخل. أبدا ما أخذ وقت، أصلا هي صارت بعرف مختلفة. عفاك فاليري، عفاكي، رح تعمل فاليري ضربة سشوار صغيرة. هيدي طريقة رائعة، تموجات بتتكون داخل الشعر وبنفس الوقت الشبكة السحرية تحمي شعرك من الحرارة المباشرة، ولما يبرد الشعر تثبت التسريحة وبتدوم لوقت طويل. هلأ فاليري صارت حاضرة لتفرجينا. تفضلوا، عندها أجمل شعر وأكتر شعر فيه لمعان وأناقة، وكل هيدا عملته بخمس لفافات هير ويفز بس. كل مرة رح يكون عندك تموجات رائعة وأنيقة وبتدوم لوقت طويل أكتر. بصفتي محررة بصفحة الجمال والموضة بإحدى المجلات، ألاف الأدوات بيمرقوا قدامي، بس لما بجربهم بلاقي إنه ما بيعطوا النتيجة يلي بيكونوا كاتبين عنا إنه منحصل عليها. أنا ما بنصح القراء باستخدام هالأدوات، بس نظام هير ويفز هو فعلاً ابتكار ثوري. أنا جربته ونجح كتير وما أخذ كتير وقت، هو فعلاً ابتكار ثوري وسعره كتير مقبول. صحيح، فيكن تستخدموا هير ويفز بشكل يومي، لأنه هير ويفز رح بغير مظهركن وشعركن، رح يكون شعركن مظهره رائع وأنيق طول النهار. هالشي كتير سهل مع نظام هير ويفز الجديد. شو بعدكن ناطرين؟ تصلوا هلأ لتحصلوا على مجموعتكن العصرية. عم تستخدمي أدوات تصفيف الشعر القديم نفسه وبعده شعرك مش عم يزبط؟ فير التجاعيد بياخد وقت طويل وممكن توصل حرارته لل500 درجة ويحرق لك شعرك. مع الرولو الساخنة طعجات بزوله وممكن كمان يحترق شعري. نسي الوسائل القديمة وجربي ابتكار جديد، لأنه هلأ صار في نظام جديد لتصفيف الشعر، نظام فريد بخلي شعرك حلو مموج بوقت كتير قصير وبيضاين كل النهار. منقدم لك هير ويفز، نظام ثوري لتصفيف الشعر، بحول شعرك من شعر مالس لشعر رائع، من شعر باهت لشعر لميع ومجعد وأنيق بدقايق قليلة. هير ويفز ابتكار ثوري لأنه بيكفي دخل شعرك باللفافات حتى ياخد شعرك شكل الموج. شو سهل، رح تحصلي أوتوماتيكياً على شعر مموج، شعرك بيكون طبيعي وما بيحترق. انت شفتي النجمات بشعرهن الأنيق على صفحات المجلات؟ هلأ رح بتكوني واحدة منهم بدقايق قليلة. كل ما استخدم هير ويفز بيصير مظهري رائع. أنا كتير بحب شعري، أنا كتير بحب نظام هير ويفز لأنه بيعطيني شعر كتير حلو،
استعماله كتير سهل، 1-2-3 وبتحصلي على شعر مجعد. الفير والرولو بيكونوا مبرومين، بدكن انتو تلفوا الشعر عليهم، وبيكونوا كمان كتير سخنين، ممكن يحترق الشعر ويتقصف. لفافات هير ويفز شكلها متموج، وهي بتشتغل عنك وبتعطي شعرك الشكل يلي بدك اياه من داخل الشعر باللفافة، وهيك الشعر بياخد شكل اللفافة، وبنفس الوقت الشبكة بتحمي شعرك من الحرارة المباشرة، ولما بيبرد شعرك تتثبت التسريحة وبتضاين. ما عندك وقت تتساوي شعرك لأنك على طول مستعجلة؟ ولا يهمك، هير ويفز فينا نستعمله على شعر ناشف، منبل شعرنا بشوية مي ومندخله بواسطة الشنجل يلي بقلب اللفافة، منجففه شوي بالسشوار وانتهينا. هلأ صار فيكن تخلقوا تسريحة على ذوقكن مثل أي تسريحة بتحصلوا عليها بأرقى الصالونات. فيكن تعملوا طعجات وتموجات، انتو ما بقى بحاجة للفير العادي. استخدام هير ويفز لما بيكون الشعر مبلل كتير سهل، اتركوا الشعر ينشف لحاله، أو إذا بدكم ضربة سشوار صغيرة شعرك ما بقى يحترق. هير ويفز يستعمل لكل أنواع الشعر، الخشن، القاسي، الباهت، الناعم، وحتى الشعر المقصف. احصلوا على تسريحة جميلة وجذابة، تسريحة حريرية وناعمة وتموجات ساحرة يوم بعد يوم. وهالشي مضمون، مجموعة هير ويفز تيجي معها 20 لفافة من الحجم الكبير لتموجات كبيرة وعريضة كل يوم، 10 لفافات باللون الأخضر لجهة اليمين و10 باللون الأزرق لجهة الشمال. وكمان فيكن تشكلوا تستخدموا اللفافات بطرق مختلفة لحتى تحصلوا على شكل جذاب وساحر. وكمان بتحصلوا على شنجل هير ويفز يلي بيسهل عملية إدخال الشعر باللفافات. هالمجموعة هي نفسها يلي تستخدم بأرقى الصالونات، ويلي بيوصل سعرها $75. أما اليوم منقدم لكم عرض مغري مباشرة من المصنع، مش بس رح تحصلوا على 20 لفافة وشنجل خاص، بس إذا طلبتوا خلال الدقايق 12 القادمة رح تحصلوا على هالمجموعة من البونس. بونس رقم 1، دليل استخدام نظام هير ويفز يلي بفرجيك كيف بتحصلي على تسريحات تشارلز اللي بتشوفيها على غلاف المجلات خطوة خطوة. بونس رقم 2 هو 10 لفافات ضيقة وحجم صغير لتحصلي على تموجات ضيقة وشعر مجعد رائع. بونس رقم 3 هو كيس أنيق من الأورغانزا لتحتفظي فيه بمجموعة لفافات هير ويفز، وهالثلاثة بونس $55 بس، وهيك بتكون حصلتي على مجموعة هير ويفز الكاملة مع كامل القطع يلي قيمتهم $130. بس اليوم هالمجموعة بكاملة ممكن تكون إلك مباشرة من المصنع من خلال عرض مذهل. هير ويفز مش متوفر بالأسواق، فيك تحصلي على هالنظام الفريد الرائع بس من خلال هالعرض على شاشة التلفزيون، فاطلبي مجموعتك من هير ويفز هلأ. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلأ، نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يومياً، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلأ واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلأ أو زورونا على موقعنا على الإنترنت www.tvmarket.com. لشو تحرق شعرك بالوقت يلي فيك تستعملي هير ويفز ويطلع مثل الحرير؟ هير ويفز لتسريحة رائعة كل يوم. وهلأ تسريحة من أكثر التسريحات المطلوبة، بعرفكن على ميغن. حطينا لفافات هير ويفز بالنص التحتاني من شعرها لحتى تكون أطرافه متموجة ورائعة، وهلأ رح منحط اللفافات الباقية. هالشي كتير بسيط وسهل، منلقط الشعر بالشنجل ومندخله داخل اللفافة. هير ويفز لفافة خفيفة الوزن، ما بتشعروا بوزنها على راسكن. منعلق الشعر وهيدا كل شي. 1-2-3 بكل بساطة انتهينا. مش معقول شو سهل استعماله. صحيح كتير سهل وبسيط. شوفي 1-2-3 انتهينا. منلقط الشعر بالشنجل ومنسحبه لداخل اللفافة، وخلصنا. شوفوا منلقط ومنسحب، ولا أهون من هيك أبدا. كتير متشوقة تشوف النتيجة. شعري كتير صعب، طويل وعبي كتير، وكتير صعب إنه ياخد طعجة. بتمنى إنه هير ويفز يكون هو الحل لمشكلة شعري. شعره تغير كتير، شوفوا الفرق. شوفوا هالتموجات النازلة الرائعة، شعر مثل شعر النجمات. هالتموجات تشكلت داخل لفافات هير ويفز ورح بتضاين طول الليل، فيها تظهر تسهر وترقص، ومش رح يتغير مظهر شعرها، رح يبقى أنيق وحلو وجذاب كمان. ميغن شو عجبك؟ عن جد كتير حبيته وكتير مبسوطة بشعري. رائع. مع هير ويفز عم بيكون شعرك آمن، يعني مش عم يتعرض لأي عوامل خارجية. شعرك عم بيكون محمي، وهاللفافات بتعطي شعرك شكل كتير حلو وجذاب، وبتعطيه لمعان وجمال، وهالشي ما ممكن يعطينا اياه الفار العادي. روعة، كتير حبيته. هير ويفز منتج جديد ثوري مناسب لكل أنواع الشعر، حتى
حتى إنه المصنع فكر باتجاه الشعر وفي ألوان مختلفة الأخضر والأزرق، وكل لون بيختلف اتجاهه عن التاني لحتى يكون مظهر شعرك جذاب ورائع. أوكي تشارلز، صحيح على طول منقول إنه هير ويفز بيعطي شعرنا مظهر أنيق وجذاب، وهلأ السيدات رح يأكدولنا. راين كان شعره بأول العرض كتير مترهل ومالس وما في حياة، ولكن هير ويفز غير له مظهر شعره وعطاه حياة وحوله لشعر جذاب ورائع. هيدا هو المظهر يلي بفضلوه كل زبوناتي المشاهير. وشعر ميلا كان جاف ومقصف، ما كان أبداً بصحة سليمة. شو فيها هلأ؟ هير ويفز حول شعرها الخشن القاسي لشعر حريري متموج، فعلاً مظهر مختلف. من بعد جوليا كانت كتير مزعوجة من شعرها الخشن، بس هير ويفز بيقدر يتحكم بكل أنواع الشعر. هلأ صار عندها شعر ناعم لميع وأنيق ومظهر ساحر، وهالشي بفضل هير ويفز. هلأ فاليري عملت شي كلياً مختلف، استعملت بس 5 لفافات من هير ويفز وخلال دقايق حصلت على تسريحة رائعة، شعر ناعم وجذاب. وهيدي ميلادي يلي عم نشوفها بمظهر جديد خلال وقت قصير. انتو عارفين انه هير ويفز ممكن يعطيكم مظهر مختلف وجديد كل مرة. شوفوا ماجر كان شعره طويل وكثيف كتير صعب تسريحه، ولكن هلأ صار عنده شعر مختلف، تسريحة رائعة بوقت كتير قصير. بعرف، وهالشعر تغير وصار كله لمعان وجذبية، صار عن جد مختلف. صحيح لاحظنا فرق بالشعر، والتسريحة رائعة وجذابة. انتو مستعدين لشعر رائع كل يوم؟ رح بيكون مظهركن جميل وجذاب، ورح تشعروا بثقة أكبر بالنفس، ما في ولا سبب لحتى تتأخروا. اتصلوا هلأ واطلبوا هير ويفز. ما بقى تنطروا ولا دقيقة، مجموعة هير ويفز تيجي معها 20 لفافة من الحجم الكبير لتموجات كبيرة وعريضة كل يوم، 10 لفافات باللون الأخضر لجهة اليمين و10 باللون الأزرق لجهة الشمال. وكمان بتحصلوا على شنجل هير ويفز يلي بيسهل عملية إدخال الشعر باللفافات. هالمجموعة هي نفسها يلي تستخدم بأرقى الصالونات ويلي بيوصل سعرها $75. أما اليوم منقدم لكم عرض مغري مباشرة من المصنع، مش بس رح تحصلوا على 20 لفافة وشنجل خاص، بس إذا طلبتوه خلال الدقايق 12 القادمة رح تحصلوا على هالمجموعة من البونس. بونس رقم 1، دليل استخدام نظام هير ويفز يلي بفرجيك كيف بتحصلي على تسريحات تشارلز اللي بتشوفيها على غلاف المجلات خطوة خطوة. بونس رقم 2 هو 10 لفافات ضيقة وحجم صغير لتحصلي على تموجات ضيقة وشعر مجعد رائع. بونس رقم 3 هو كيس أنيق من الأورغانزا لتحتفظي فيه بمجموعة لفافات هير ويفز. وهالثلاثة بونس $55 بس، وهيك بتكون حصلتي على مجموعة هير ويفز الكاملة مع كامل القطع يلي قيمتهم $130. بس اليوم هالمجموعة بكاملة ممكن تكون إلك مباشرة من المصنع من خلال عرض مذهل. هير ويفز مش متوفر بالأسواق، فيكي تحصلي على هالنظام الفريد الرائع بس من خلال هالعرض على شاشة التلفزيون. فاطلبي مجموعتك من هير ويفز هلا. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكم واطلبوه هلا، نحن بانتظار اتصالاتكم 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكم الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com.